لا 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 لا، هذا المنظر الحلو صدقوني حبايبي، كل ما بدخل على اللعبة من وقت ما هذا صار بدخل هيك بقعد بتفرج على هذا المنظر. الشباب عن جد شي باللوز لوز 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 لوز. هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش تمام. احنا رجعت لكم مقطع جديد يا اساطير. اليوم يا شباب عن نزلوا احداث في الشباب، صدقوني ما فهمت شو صاير هون. احسن بتنزل من فوق السماء، اشياء غريبه عجيبه حبيبنا. سوري يا صديقي قبل ما نبلش هذا المقطع حبايبي، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، وخلينا ندخل نشوف شباب الاحداث الموجوده بهاللعبه يا اساطير. واهم شيء لا تنسوا باللايك، حط لايك معلم، حط لايك معلم، حط لايك لانه بشان شوف عشان هذا المنظر الجميل معلم. لا لا يلا ركز. يا سلام، شو هاي هيك؟ شو هاي هيك؟ لك شو هذا يا حبايبي؟ شو هالمنظر؟ برج حصانه بيمشي وبينطوط وشو بتضرب يمين يسار وفوق تحت، ايش في معلم حبيبي؟ والله يا سلام يا سلام حبايبنا. خلاص شباب خلاص، اليوم راح نركب حصان وننزل فيه للارض شباب حبيبي، والله ايش باللوز. وبنفس الوقت حبايبنا عندنا هون عجله شتويه معلم، عجبني يا ترى اليوم نحاول نجيب ال 10000 جوهره ولا لا. عندنا هون سكين جديد الشبح معلم، الليدي معلم، شيء بيخوف. وعندنا هنا كمان شبح، كله اشباح شباب، لازم يسموها معلم عجلة الاشباح مو العجلة الشتوية معلم. اوكي حبيبنا، مبدئيا خلينا نرجع لهذا السكين، نترك هذا السكين معلم، خلينا نشوف الوضع. هذا شباب هذا السكين هذا اللي هون مثل ما انتم شايفين، نحاول نجيب هذا حبايبي. ليتس جو. اوكي نعمل اول سبين حبايبنا. يا سلام التمانو بيض 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 كالعادة يا شباب، كالعادة كالعادة حبيبي والله. لا اخي اعطونا يا من اللفة الأولى معلم، شو هيك؟ يلا ولو يلا يا زلمة. بيض بيض ابدا ابدا يا شباب، اجبد ابدا ابدا. لازم حظ معلم، لازم من الأخيرة معلم. تعالوا 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 تعالوا، مو لأنه الشركة بتبعتنا جوهر حبيبي والله، لازم نصرفهم كلهم. تكتيك الأفعى معلم، ارجع. اوكي روح حبيبي والله. يا زلمه يا زلمه، هذا الصبح حجي شو هذا؟ يلا ولو اعطونا اياه يا ايوه. ابدا 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 ابدا، لازم اخر لفه معلم، لازم غليتهم. اوكي هات يلا خلاص، يعني خلاص فهمناه معلم، راحي حبيبي والله. شو هيدا؟ شو هيدا الرقصه الجديده يا حبايبنا؟ شو هالرقصه؟ لك ثواني مو رقصه، ثواني 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 ثواني، نجيب هذا معلم، نجيب هذا اول شيء، حط له اوكي، طول بالكم ناخذ الاشياء، طول بالكم نتاكد من شغله يا شباب. هذه ترى في شغلتين شباب يعني ما يفهمون معلم. اوكي خلينا نحط هذا حبايبنا، ايش باللوز اللوز. اوكي وهي ها ها هي شو هي رقصة بيت ال، يا سلام عليك يا سلام التمانو. اوكي سوف نجربها يا شباب، هي نجربها اول شيء مبدئيا. تفرج فرج علي شو يا زلمه، فرج عليكم وين جاي معلم، جاي جاي يا سلام عليه، يا سلام يا سلام يا سلام. فرج ثواني نرجع نعيدها من اول جديد، او لا ندخل على البروفايل، لازم تكون على البروفايل، لازم كيف تطلع كمان، هيدا هو يس. يا اخي تفرج شباب، ازرق ما ازرق، حصان ازرق وبنر ازرق واجنحه، يا اخي شو هالجمال حبايبي والله باللوز. ثواني شباب خلينا ندخل على شو هالتدريب. اوكي هذا شو هذا حبايبي؟ لك شو هون صار شباب؟ تركز ما هون صار. شو هذا الولف رانك؟ نزلوا الولف رانك شباب. اوكي 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 بلز بلز، خلينا شباب ندخل نجرب بس هاي الـ الـ الحصان معلم، نزل نجرب الحصان معلم، نجرب ندخل من السما نكون ننزل تحت. يلا روح لك شوفوا عليكم معلم، لك شباب عليكم ما يركب الطيارة يا شباب، عليكم ما يركب الطيارة يا شباب، عليكم الحصان معلم. شوف يلا شوف يا سلام عليك، لك شو هذا المصدر شباب؟ اشي باللوز، فرج نعمل هيك شوي معلم. درو ول 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 ول، يا لطيف شو هذا معلم؟ سلو داون. يا سلام يا سلام، شو هيدا يا شباب؟ يا اخي شي باللوز، حصان عم بينزل من تحت، من فوق من تحت من السماء يا شباب، حصان بينزل من السماء معلم. يا سلام عليك، كلها خنس، جيب لي بوكس ريحني معلم. ايوه حبيبي والله كفو عليك، نعطيك لايك، هات الصورة. اوكي ارجع
الصراحة حبايبنا يعني هذا الحصان اشي مرتب. اوكي حبايبنا الان شاب ننتقل للجزء الثاني شباب المقطع يا اساطير. اوكي اللي هو معلم العجلة هاي شباب العجلة والام بي 5. طبعا شباب نزلت لكم تسريب على الام بي 5 لو نشوفها مع بعضنا. اوكي بس بقى هذا السكين شباب اول مرة بشوف السكين حبيبي والله. اوكي نحاول نحصل عليه نشوف الحصان ناخذ 10000 جنيه ولا لا. اوكي خلينا نشوف اجا لا انا قلت لكم لازم نسميه عجله الاشباح لانه في كله اشباح معنا اشباح. اوكي هات نشوف اول لفه شاب بوني ب 25. اوكي اوكي شو ها معقول يطلع اول سكينه ولا في ولا شو معلم ترى معلم حبيبي والله لف طير ويل اقسم بالله شاب فكرت تطلع لي من لف حبيبي والله صندوق بيض هات نشوف روح ايوه بيض يا اخي شوفوا شاب يعني قربت هو والله حاسس انه مقرب معلم ايش باللوز لا يا اخي يلا يا زلمه يا اخي يلا ايوه ايوه طيب يا اخي نعمل تخطي الرسوم معلم ونشوف الوضع قربت ها شوف انا حاسس انه قربت الوضع لا يا زلمه خلينا نضرب 10 لفات لنشوف حبايبنا اوكي شو طلعنا هون ما طلعنا شيء هي طلعنا هياته هلا هلا هياته طيب شباب انا دائما بعرف اللفه شباب هذول لازم يا واحد شوف حاسس انه مقربت شباب قربت قربت فهمتوا علي كيف؟ مقربت انه باللوز يا زلمه يلا ولو يلا يا اخي ايوه بيض يلا نستطيع شوف قربت حاسس حاسس شباب شوف يعني بتضرب خلفه وراها سوري شباب نجرب شباب نضرب لفه عاديه اوكي ومن بعد نضرب وحده خاصه لنشوف ما زبطت عاديه مثلا وحده خاصه هذا شوف ما زبطت اوكي خلينا نقدر الجواز موجود على فوق معلم اوكي ايشي باللوز هذا هو يلا روح لم تزبط معنا لم تزبط معنا يلا لا يلا 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 لا تنشف ريخي لا تنشف ريخي ابوس ابوس ايدك ابوس ايدك يلا روح هات نشوف قول لي قول لي يلا يلا يا زلمه الله قربت قربت يلا هيدو يا طب اعطينا البي 5 معلم ما بدي هياته يا اخي ما بدي هياته هياته ما بدي اياه عندي اياه يا زلمه شوي هيك شوي هيك شوي هيك شوي هيك هياته مره ثانيه هياته مره ثانيه نضرب 11 فاد نشوف طب اعطينا البي 5 معلم نجرب البي 5 معلم لا حول الله يا ربي روح هي هي يلا يلا يا اخي بليز 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 ما بتجي شباب والله ما بتجي يا اخي يلا يا اخي ما بتجي لا حول ولا قوه الا بالله ايش هالحظر بهذا ايش هالحظر بهذا يلا يا زلمه هيو لا هيو لا هي لا شباب والله العظيم شي بجنن يلا روح يلا روح يلا روح شو معلم بدنا ناوي ناوي يروحوا لي جواهري معلم ولا شلون معلم حبيبي والله يلا روح ما بده يطلع يا شباب ما بده يطلع ما بده يطلع معلم ما بده يطلع طب اعطيني ام بي 5 ام بي 5 ام بي 5 ابوس روحك ام بي 5 ما بدي هياته اعطيني ام بي 5 ام بي 5 بليز هياته مره ثانيه بقول ما بدي هياته بيعطيني هياته مره جديده بدي ام بي 5 بليز قرينا ام بي 5 ام بي 5 ام بي 5 يلا ما ضبط لا 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 سوري نعمل تاكيد اوكي ما ضبطت معنا يا شباب ما ضبطت معنا يا شباب ايش الحظ يا اخي يلا يا زلمه يلا يا اخي يلا 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 هياته مره ثانيه هياته مره ثانيه يا شباب يا لطيف ايوه طب بدل الضرب كده يعني اعطونا 10000 جوهره معلم شو هذا معنا خلينا عمدونا الجوهره اللي ضربناهم يا اخي شو هي يلا يا اخي ما ضبط لا حول ولا قوة الا بالله. ال 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 يا اخي شو هذا؟ طيب يا شباب جرب شغله نضرب لفه عاديه مثلا نضرب 10 لفات اوكي ما طلع طلع كله ما طلع معلم نضرب لفه عاديه معلم ما زبطت حبيبي والله حبيبي والله يلا يا اخي ما بيطلع يا شباب اقسم بالله اقسم بالله شيء مو طبيعي معلم يا اخي ثواني بالله معلم نعمل ريفرش هون معلم مرات اللعبه بتلقلق اوكي يلا روح ما زبطت يا اخي يعني شوف شو يعني قرب يعني ها طلع لي الام بي 5 باللوز حلو 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 هاي الام بي 5 طلعنا الشباب هاي وحده يعني طلعنا الام بي 5 شباب طلعنا الام بي 5 معلم يا زلمه هلي وين سكت طلعنا شباب واو
حبيبي والله الاشباح. اوكي شباب خلينا ندخل شوف الاشباح, شوف شكل الاشباح, شوف شكل هالاشباح. اوكي شباب مبدئيا خلينا نرجع الارمري هون معلم, تمام اوكي, ونشوف الام بي 5 شباب الجديد حبايبنا. اوكي هاي الام بي 5 اوكي. طبعا شباب بالنسبه للام بي 5, ام بي 5 فات, ام بي 5 فات معلم, شوف يعني سبحان الله عليكم معلم يعملكم حبيبي والله. ام بي 5 فات معلم بالجمع, ام بي 5 فرد, ام بي 5 فات جمع حبيبي والله. اوكي باللوز اوكي شباب هذا هو الام بي 5 الجديد يا صديق. ايه شو هيك يا اخي, بدي شفت قهوه ليتفرج على هذا المنظر. يا سلام على الشبح, يا سلام على الشبح الجميل. اوكي شباب هذا شو انا معلم عندنا هذا شباب الريت اوف فاير, اثنين ريت اوف فاير شباب يعني اشي باللوز بالنسبه لسرعه الضرب معلم. تعرف الام بي 5 شباب بالتحديث سووه باللوز اوكي, عندنا هنتين اثنين ريت اوف فاير يعني سرعه معلم, وعندنا الارمر بنتريشن يعني الاختراق الدروع بس ولكن طلق قليل ما في مشكله معلم حتى لو باللوز اوكي. كمبدئيا شباب هذا تمام اوكي, عندنا هذا الريت اوف فاير هذا فيه تبع هذا المدى القديم بس ولكن شباب هسوي نشوف. ايوه هذا بتذكر شباب هذا كان تبع الحاضنه, وهذا عندنا فيه دمج كان, وهذا فيه اثنين دمج وواحد مدى اوكي. شباب مبدئيا شباب بالنسبه لي تمام, هذا فيه الريلود هذا فيه الريلود سبب الريلود تبعه بطيء لقد تبع الحاضنه بس ولكن شباب هذا يعني تقريبا خلينا نقول نفس الشيء بس ولكن هذا فيه المدى اكثر بشوي, وهذا فيه نفس السرعه. ليك شباب رح نشوف ندخل جرب نشوف شو وضعه اوكي, ونفس الوقت نعم نشوف شكله باللوبي اوكي, ومن بعد شباب نروح ندخل على الشخصيات يا شباب ونشوف السكين اللي حصلنا عليه من شوي. يا سلام شو هيدا شو هيدا شو هيدا شو هيدا معلم, هذا سكين شاب ولا بنت؟ يلا لك شباب هذا سكين شاب شباب. يا سلام معلم شوف لي المكياج معلم, شوف مكياجه مكياج معلم, شو هذا معلم, عيون غير وقناع غير شعراته حبيبي والله. الحذاء والله شاب واخيرا حزام يا اخي, هذا سكين يا اخي شبيني بسكين تبع قبيله اوتشيا يا زلمه, اقسم بالله شاب شيء غريب عجيب يا اخي, بذكرني بتاتشي يا اخي السكين ما بعرف ليش هيك شباب اقسم بالله. اوكي شباب خلينا ندخل نشوف نجرب السكين كمان مع نفس الوقت اوكي, وهذا كمان باللوز اوكي. هذا ندخل شباب نجرب السكين مع السريع شباب بالتدريب نفس الوقت نجرب نشوف الام بي 5 شو الوضع معلم. يا سلام صراحه شباب السكين حلو خفيف 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 شباب سكين خفيف, ركزوا معي ركزوا معي ثواني شوي يعني سكين شباب خفيف مو يعني الحجم الكبير يعني لما يعملوا هيك سكينات خفيفه شباب كثير حلو. شوف شوف المعلم شوف شوف اللي هون معلم عيون وما عيون ونارات و يا سلام يا اخي والله يذكرني بوتشي هذا يا زلمه هذا. اوكي خلينا ندخل على هون معلم نفس الشيء معلم اتصل معنا ثواني شوي اوكي, خلينا نجيب شباب الام بي 5 العادي, نجرب الام بي 5 العادي, عندنا الام بي 5 العادي الان 20 هذا الام بي 5 العادي شباب. ها نجيب الام بي 5 تبعه بالقطع شوف شو وضعه معلم نشوف الام بي 5 يا سلام هيدي بتصير مع يا اخي والله يجيب ثاني نجرب الام بي 5 العادي شباب هات لنشوف اوكي باللوز نحط له المخزن نحط له مخزن كمان زبطنا الوضع مخزن معلم مخزن بدل اصفر 40 يا اخي 40 طلقه يا زلمه تشوي اللاعب شوي حط له كمان حط له بوشتري يلا روح حط له بوشتري يا ستير اوكي بتعرف نفس الوقت يلا هات لنشوف كيف الوضع يا لطيف يا لطيف شو تعال ندخل التدريب معنا تعال ندخل تعال 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 يا اخي تعال نجرب تعال حبيبي تعال هذا شوف يا اخي حتى شوي تبعه لك ليش يا اخي والله يا اخي انا هيك شو يا والله شفت مره شفت مره لاحظت شباب السويتش تبعه صار سريع ما اعرف كيف المهم شباب يعني اثنين ريت اوف فاير هذا ندخل شوف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو شو هذا لا علوبي علوبي يا اخي لك شباب شويته مشوي اثنيناتهم بنفس الوقت كيف صار؟ شباب نار البي 40 نار البي 40 شباب هدف شاب فيه يعني اختراق الدروع يعني شباب يعني يعني اذا في لاعب درعه يعني مثل درع شوف درع لاعب يعني اذا درعه شوي خفان تمام حبيبي والله هذا شوف
طبعا شباب بالنسبه لاختراق درو اقشم بالنسبه للسلاح شيء بلس حبيت احكيكم شيء بالنسبه لاختراق درو. طبعا شباب بتعرفوا كتير لما نعمل الدروع كتير مهمه شباب اذا بتخترق الدرع تمام لما تدمج لاعب دم لما يكون عنده درع واحد او اثنين او ثلاثه مو نفس الدمج بيصير تقريبا فهمتوا علي كيف لما تدمج معلم واحد يكون باخله درع وخفيف باخله شوي يتكسر ونفس الوقت تضرب اكثر حبيبي والله راح يموت اكثر واكثر بسرعه بسرعه. سو حبايبي الكرام ان شاء الله انبسطتوا معنا هذا المقطع شباب ان شاء الله استفدتوا بالمقطع شباب اعطونا لكم بالتعليقات شباب بالاشياء اللي نزلت اليوم جديده سو نشوفكم على خير حبايبنا ان شاء الله نشوفكم على البث مباشر حبايبنا المسويات باذن الله تعالى لا تاخذوني شباب هل صار اليوم ما يفتح بس لانه شو عندي شوي اشغال يعني شوي حبايبنا نخلصهم نرجع لنا البثوس ان شاء الله اعتبارا من اليوم يا اساطير اوكي حبايبنا لا تاخذونا الله يسعدكم نشوفكم المسويات على البث مباشر على الفيسبوك شباب تحت بالتعليقات شو خط بالتعليقات لا بالوصف موجود البث الفيسبوك شباب اللي حاب يجي يتفرج روح اضغط على الصفحه فيسبوك فعل الجرس ومفتح بس اهلا وسهلا سو نشوفكم على خير سلام عليكم تشاو.